الحالة اللي رانا فيها، الحالة اللي رانا فيها. عجبتك نورمال؟ خلاص. أحلينا إحنا، المهم صبرنا وقلنا يا ربي تتبرج علينا بالخير، وإن شاء الله يكون معانا ويحفظنا إن شاء الله من الغلبة والمجرية، وإن شاء الله يكونوا خوتنا حليليين. عبك بلي كاينة هنا أرمادة تبارك الله جات باش تعاونكم إن شاء الله يا ربي. والأرمادة هذه تبارك الله ما من ناسكم، ناسكم أن يقول المجتمع المدني باش نبريسيزي، جاوا يعاونوكم ثاني وجينا حنا إن شاء الله يا ربي، ربي يكون معكم ويحفظكم إن شاء الله بإذن الله. جينا وجابوا لو شيما تاع داركم الجديدة، يعني هذه إن شاء الله حتولي ماضي ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله الشر يفوت، ان شاء الله ويجي الخير مورا. الاخت تسقسيكم تشري فيديو مع مناش؟ مع مناش فين عندك باش تشري فيديو؟ عندي بزاف ما تشري. قلنا لا انا السما احسب رانا شحال في عمري، انا قريب 40 سنه ما شفنا نشري فيديو. 40 سنه ما كاش تشري فيديو؟ لا فريشيدة لا كنت في والو دار فارغه. ها انت تقدر ترقد هكا تشري فيديو؟ نخلي المشاهد دقيقه يشوف بينا الاخت كيما راني هكا ودور هكا باش يشوفوا الناس كيفاش هم عايشين، الناس هادو كيفاش عايشين. خويا العزيز انتوما من المجتمع المدني، كيفاش عباك لا كيسيون اللي نحب نبوزيها لك، كيفاش ديكوفريتهم؟ هذا صحفيه من كاينه صحفيه اتصلت برئيس الفيدراليه، رئيس الفيدراليه الجزائريه للسلام والانسانيه. شيحاوه الاخ شيحاوه، اخ شيحاوه شغل مسكين كي جانا تشوكه ما كاش مسؤولين عاونوه، ديجا راه دار النداء دار الاخرى اعلاميه ما كاش اللي حاب يعاونوه، ورا من المسائل مسؤولين تاع الولايه وراه والبلديه. ايه والبلديه وراه، انا راني لهنا اول مره جيت، ما جيتش الاسبوع اللي فاتت كنت في مهمه، جيت هذه الاخرى اخويا راني نبكي خويا باش المواطن ثاني باش يعرف درجه الحراره هنا شحال هذا المنطقه هذه؟ يعني راهي في 45 حتى 47 باش نتفاهموا، انا ندور 45 46 برا، هنا زادت ما كاينني طاقة. ديجا الباب شوفوا الباب راهو بالزنك، يعني ما تقولش تيماجيني والسخانة الحرارة هذه اللي رانا فيها هنايا ربي عالم بها. خياتي عندكم الصبر تاع سيدنا ايوب؟ ايه ربي دار لنا هذا الصبر الحمد لله، ربي دار لنا كل ماشي ربي على بالك ما نقعدوش هكا الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله درتوا خير وسخر لكم الرجاله من المجتمع المدني والاخ من الصحافه ثاني والاخوه الرياضيين اللي جاوا معنا. دعوه الوالدين رفت بابا وزدت يما ودفنتهم، دعوتهم حضرت. والله لا دعوتهم. انتم اللي دفنتوا باباكم ويما؟ يما مات الله يرحمها 50 سنه، بابا الله يرحمه هكاك ها كاع ماتوا، والله لا بابا مات على يدي. شوفي اختنا حنايا عندنا كلمتنا، ان شاء الله دارك مبنيه ان شاء الله يا رب، بالسلطات ولا بلا سلطه ان شاء الله دارك مبنيه. والله غير وقفوا، نقول لك وقفوا عليها الرجال ان شاء الله. انا استمتعت بكم تحياو. الله يحفظك. ادو تبارك الله ارمادا تاع اعلاميين مجتمع مدني فنانين. نبدا بشيخ واش نقول لكم، انا اشتاقدا خلاص، راح لي السوفلا راح كلش راح الاكسجين راح لا حول ولا قوه الا بالله. وشنو نطلب يعني من المعنيين بالامر بداها من البلديه، وروح اتهلاو فيه ولادكم، ها ولادكم وخاوتكم اتهلاو فيهم. انا نسيت روحي باللي لي ساك في السوسيال ولا كذا ولا جي مانفو، بصح كي نشوف هكذا ننسى روحي. خويا السؤال الاول اللي حاب نطرحه عليك، كيفاش في هاد البلاصه الوعره، البلاصة هذه اللي ما محال تحكمها، هي طلعنا جبال ومعك هبطنا 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 زدنا طلعنا زدنا هبطنا، كيفاش عرفت بلي كاين ناس ساكنين في هذه الحالة؟
والله احنا الفيدراليه الجزائريه للسلام والانسانيه عندها مكاتب في كل مداشر والدواوير، وعندنا اصدقائنا من بينهم كاين الاخت فايزه زميلتنا وايضا عضو نشيط في الفيدراليه، وعندنا اعضاء بعض الشباب هنا هم اللي دلونا على هذا المكان. كنا جينا انا والمستشاره تاعي السيده حياه لهذا المكان وزرنا هذا الفتيات اليتيمات ربي يحفظهم. شفنا الوضع المزري اللي عايشينه للأسف، أخذينا على عاتقنا أنه نبنيو لهم مسكن لائق يحفظ كرامتهم إن شاء الله. وبدينا مع الإجراءات الأولى. الإجراء الأول هو نشكره أولا اللي آمن بالفكرة، الأول هو المهندس المعماري اللي خدم لنا مجانا التصاميم اللي رايحين نتعرفوا عليها الان، كي نحبطوا الموقع تاع وين راح يكون المسكن، ودرك رايحين نسويوا الارضيه، وكاين اشخاص تكفلوا لنا بالكميه كبيره من الحديد من الصيف، كاين اشخاص رايحين تكفلوا بالرمل بمواد البناء، والحمد لله بسواعد الشباب اللي متواجدين هنايا في عين الدفله وخارجها تواصلوا معنا لما درنا فيديو لما زرناهم، وراهم مستعدين باه يكونوا معنا. السلطات الولائيه ولا بلديه اسك عاونوا ولا لا؟ لا للاسف حنا يعرفوني انه اعلامي وصريح، انا ما انا قلمي هو سلاحي. نقول انه لو كان السلطات عاونت، للاسف رئيس البلديه عنده 25 سنه وهو رئيس البلديه هنا في هذه البلديه، لو كان اسمح لي 25 سنه وهو مير هنا وما يعرفش البلاصه، وحنا من الجي جينا نعرفوها. للاسف دار ولا دو موند ولا تروا موند 15 سنه. اسمح لي الاخت هنايا نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، جينا با مال دو فوا هنايا في اعانات مع جمعيات، مع شاف دائره تاعنا دائما حاضره هنايا دائما تجي. سكونا بو فير واش قدرنا نديرو انه مدينا لهم صيغه تاع سكن ريفي. سمحي لي كاين هنا اسك مسح اسك شفتوا ثلاث بنات اللي عايشين داخل الحاله تاعهم؟ شفناهم، وكانت كاينه هنايا معاهم مرت خوهم كانت اونسيت غير الشتا اللي فاتت. كنا هنايا كانت معاهم مرت خوهم اونسيت جو نسي با وين راهي. دوك هنا هاد زعما مدينا لهم اعانه ريفيه بصح احسن ما قدرش يكمل. احنا ما عطيتولناش، مديتو الا مديتو للرجال، احنا نساء ما كاش حق البنات وين يروح؟ حق البنات ما يضيعش حنوتي. هاي واحد انا مجيه شحال ما كنت شايفتني. لازم حق البنات يكون ولا ما يكونش؟ لازم يكون. مي سمحي لي الاخت، ثلاث نساء مساكن عندهم حق، المراه عندها حقها، عندها يتيمه. احنا واش انا احنا واش درنا في ريسانا؟ دوك انا كيتمد لخوها، واش معناتها خوها يتكفل؟ خوها مزوج الاخت، خوها مزوج معاها هنا. سمحي لي كلام كبير الاخت، سمحوني ومرتو ما طاقش الله غالب. انا مرتو وولادو ما طاق لهمش، انا ما قدرتش تكفل بيا الله غالب. مرتو حنا كي جينا احنا اللي جينا سبناكم هنا ستونا مع بعض بصح كل واحد وفرنو. فوالا اي كانت ساكنه هاني وين كنت انا هاني وين كنت هاني وين كنت هنايا كون يقولونا بلي سواديزون هو متكفل. احنا وي تفضل. للاسف المراه مهضومه الحقوق في مجتمعنا. يفو با نحقروا المراه اي وليه وراكي مرا وراكي تحسي نورمالمون. هادي نعرفها هادي انا راني معاك فيها. سوا ديزون مرأة هنايا سوا ديزون تكون مينيسخ محقورة هنايا في بلادنا، دايما عندها كاينة نظرة أقلية فيها. صح الأخت سمحي لي كلامكم كبير، كلامك كبير. أنتيا أنتوما مصالح بلدية سكنتو خوها اللي مزوج، زوج خواتها مزوجين ما سكنوش. شوف اطولهم الساكن الريفي، والساكن الريفي هو إعانة ضئيلة جدا. شوف يديروا الاسوار ويبقاو بلا سقف. هل ترى انه المسكن الريفي هذا مسكن انه يبقى بيت بدون سقف؟ سي با نورمال. يفترشون الارض ويتوسدون السماء، فهمتني؟ هذا كما يقولوا قمه البيروقراطيه والاجحاف، انه الانسان يورط هكذا عائلات واشخاص، يعطي لهم مبلغ زاهد ويقول لهم ها نعطينا لكم، وينسى حق الفتيات. وحتى الاخوه ايضا ما سكنوش اولادهم، مازالهم في منازل طوبيه. معلوم تلتعواتق الاخت تلتعواتق، ونخلوهم نرموهم داخل عايشين. سمحي لي كلام كبير والله
والله اعزكم الله. واش انا حنقول لك؟ عتروس ما يقدرش يعيش الداخل، يموت. هادي رانا معاك، رانا معاك. اقل اقل. حنا هنايا في بلديه تشتا الصيغه الوحيده اللي كاينه. تواصلنا مع بلديه تشتا زوغاغا، رئيس البلديه ما حبش يتواصل معنا، وكاين حاجه ما يردش على الهاتف. ثاني حاجه انه ما يتواصلش مع المواطنين وما يتواصلش مع المجتمع المدني، اللي رئيس الجمهوريه ياكد على الاهتمام بمناطق الظل اللي رانا فيها، وعلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه والمعوزين والارامل. احنا قمنا بالمجهودات تاعنا كمجتمع مدني، الحمد لله لقينا محسنين، لقينا مقاولين، وقفوا معنا. كاين واحد تكفلنا بالحديد، الحديد الكامل، ومازال الخير. كاين واحد راه معنا ثاني من اهل الخير، قالنا ندير لكم كويزين، ندير لهم كويزين كيف ان شاء الله. كاين اللي متكفل بالصبيغه، كاين الشباب اللي راهم متكفلين ايضا بسواعدهم يجوا يخدموا هذا الدار لهذه الفتيات. لكن هو طلبنا منه الكاز، الجرافة، باش تسوي الأرضية. جرافة برك؟ جرافة فقط، وهي عندها راهي مركونة. أكدت لي الأخت كاين تناقض بين كلام رئيس البلدية وبين الأخت، قالت لي راهي في البارك. وهو واش قال؟ هو قال راهي عطلانة، عندها شحال وهي عطلانة. درك حنا نوجهوا نداء، أبي نوجهوا نداء. لا 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 لا، عطلانة ماشي. الأخت جاب لي ربي كيتحامي على المير. جاب لي ربي كيتحامي على المير. انا جو ريبريزونت البلديه. الاخت دقيقه حبيت نسقسيك، معليش انت تعاضي باسم البلديه. معليش، المير كان ديبيتي؟ وي لا كان ديبيتي. شحال من موندا هو ديبيتي؟ اون سول. وشحال موندا هو هنا مير؟ 3، هذه لا 3يام. 3 سما شحال عام؟ 20 سنه. 20 سنه مير وخمس سنين ديبيتي. وي تبارك الله. انا عافاكم الله، حين تشوفوا حاجه واحده اخرى. كاميرا شو كيفاش تبعني واروح. اكرمكم الله. 2021 سانيتير ني ماني ولو. وهذا صغيره منا. هذا الدوش تاع ثلاث بنات هذوك. صح، اروح شوف. قدر الله اصحاب المدن الكبرى، غير تجيك اونيدي في راسك تقول اني كاره حياتي، روبو بيني ولي مشاريير وشوف هذه المعيشه، تحمد ربي بزاف. قلت لك انا الاعمال هذه يسمى رانا خارج ليها، خارج عمل تطوعي خيري. بارك الله. الله يبارك فيك. نحن نجول في كل مناطق بلديه تشتا، اينما كان كما قال لك العوز والفقر وكذا نحل نحن، انا والمجموعه تاعي. بارك الله صافي. الله يبارك فيك. ولنا الشرف بالحضور تاعكم، بالحضور التلفزه والاخوه كامل بدون على المبادرة الطيبة وعلى تشجيعهم اللي باه نزيدوا نخدموا إن شاء الله مناطق أخرى بإذن الله. وقتاش إن شاء الله تبداو تكلوا على ربي؟ إن شاء الله عن قريب. عن قريب. عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله بالك. أستاذ شحاوة. نعم. كما نقولوا دوكا جينا شفنا تبارك الله كلش أوكي، مي كي تستبنى نجو نشوفوا هذا بالتاكيد. حنا كيتكون فيني ندعو مستر ابي وندعو هاد الفنانين اللي كانت تتمنى انه تشوفهم في التلفزيون، وفنانين كثار اللي وعدونا باش يجوا ان شاء الله. نجيبوهم ملها للاخت مالكه وزوج خواتاتها. مالكه ان شاء الله باذن الله دارك كي تتبنى طيبين قهوه مليحه. يا ودي ماشي غير قهوه مليحه، سكوت برك. واحد الزهوه، واحد القعده، واحد جبنا طعام، جبنا طعام ان شاء الله. نداء. نداء ايضا الاخوه الكرام، لانه على بالكم انه في الاتحاد قوه، وباش نحققوا هذا المشروع
هذا المشروع الإنساني الخيري، عاونوا كل واحد واش يقدر، واحد بـ بـ بكيس إسمنت، واحد بـ بكيس جبس، واحد بـ بشوية رمل، واحد بـ بـ باليد العاملة. قلبي عيا شفت اللي قال انا مزبول انا نردو هطلع من الحسف.